طيب نشوف الأستاذ أو واحد اسمه ناثان براون في معهد كارينجي، كان ألقى الضوء على الخلاف اللي بين شيخ الأزهر وعبد الفتاح السيسي، سياسة قوة أم مسألة مبدأ؟ ده ناثان براون أو كاسيا بارادوس، اتنين كتب معهد كارينجي، بيقول التشنجات اللي نبع من صراع مظبوط إنما مقلق على خلفية دور كل من الرئيس ولا الأزهر في القيادة الأخلاقية للمجتمع المصري، في خلاف كده حاصل، ده اللي بيقوله ناثان. الخلاف سياسي في ناحية من النواحي، لأن السيسي بيسعى جاهدا إلى أنه يرسخ قبضته على الدولة والمجتمع في مصر، لكن الأزهر والقطاع الديني احتفظا الاثنين بصوت مستقل إلى حد ما. ممكن يكون شيخ الأزهر مزعج لكنه مش مصدر تهديد، يعني التشنجات دي مردها أو سببها إلى سياسة النفوذ فقط مش وليس إلى المبدأ. لا يخوض السيسي والإمام الأكبر حرب مناورات دراماتيكية، لا، بل بيخوضوا حرب طاحنة في المواقف من الإشراف على الخطب الدينية في المساجد إلى إصدار الفتاوي، إصلاح مناهج المستخدم في تدريب الأئمة. في المرحلة اللي جاية قد يكون على النظام إنه يحاول أكتر إنه يخضع مؤسسة الأزهر عن طريق وسائل أكتر ليونة، عشان عدم الضغط مباشرة ضد مؤسسة لا تزال تحظى بتقدير واسع في المجتمع المصري والعالم الإسلامي، والطيب بيتمتع باستقلالية ذاتية وقواعد شعبية، وده بيمنحه صوت مستقل، وده بيؤدي إلى تجدد احتمال ظهور نوبات دورية من التشنجات السياسية في الحياة السياسية والدينية في مصر. الحقيقة نسان عنده حق، لأن الأزهر أول ما السيسي أول ما جاء قال الرئيس مسؤول عن دين الدولة، هطلع دين الدولة، يعني هعمل كل حاجة في دين الدولة. شيخ الأزهر بحكم التاريخ وبحكم أي شيء، هو مؤسسة هي المنوط بها التحدث باسم الإسلام، لكن يبدو أن السيسي لأنه طاغية فعايز يبقى زي ما أمم الإعلام وأمم الكتاب وأمم السينما وأمم الشارع يأمم أيضا الأزهر. شيخ الأزهر مش عايز، أنا ما عنديش معلومة عشان بس ما أفتيش، لكن لدي شك قد يظهر بعدين أنه حقيقة. عرفش ليه عندي إحساس ومتأكد منه على فكرة، أن الشيخ الأزهر قدم استقالته مثلا 40 مرة. أنا عندي إحساس قوي أن الشيخ الأزهر قدم استقالته للسيسي أكتر من مرة، ما عنديش معلومة خالص، بص ولا لي أي، لكن لدي حدس كده أن الشيخ الأزهر قدم استقالته للسيسي، لأن الشيخ الأزهر من النوع اللي بيحط جوه ما بيطلعش بره، يعني يتقمص ومش لاعب، مش لاعب. في ناس كده تكلمه ما يواجهكش، يزعل كده ويتقمص ويسكت ويوش، تكلمه يودي وشه الناحية التانية أو يودي وشه كده. شيخ الأزهر تركيبته كده، لكن يبدو أن الشيخ الأزهر، أنا معرفش، واضح أنه قدم استقالته لأنه شخصية ما تحبش تواجه، يعني مش جاد الحق علي جاد الحق. الشيخ جاد الحق كان راجل يحب يواجه، يعني محدش عندي حاجة، إنما الشيخ الأزهر راجل عاطفي رومانسي شوية حساس، فأي حاجة هتقوله أي حاجة تضايقه يودي وشه الناحية التانية وما يبصلكش، وأنا مقموص منك، أنا زعلان على فكرة، وبعدين يقولك أنا ماشي، لا طب خد تعالى. السيسي عنده القوة والجبروت لكنه خايف يواجه هذا الرجل بما لديه من شعبية. الشيخ الأزهر عنده شعبية، أنا ما عنديش معلومة لكن بقول ظن.